بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدين النصيحة، الدرس السابع. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نستكمل الكلام لا قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قد وصلنا إلى آخر الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. لما كان البشر بحاجة إلى الاجتماع التعاون على مصالحهم، وكان الاجتماع لا يتم إلا بقيادة تقوده، كان المسلمون كذلك بحاجة إلى الاجتماع حول قيادة منهم وهم أئمتهم. والأئمة جمع إمام، وهو الذي يقتدى به. الإمام هو الذي يقتدى به، والأئمة في هذا الحديث هم ولاة الأمور الذين يقودون الرعية، وتلتف حولهم الرعية ويصلحون من شأنها إنصاف المظلوم من الظالم، والحكم بينهم في النزاع، وكف عدوان بعضهم على بعض. فلا يقوم اجتماع إلا بإمام وقيادة. أيًا كان هذا الاجتماع، ولكن المسلمين أحرى ما يكون بهذا الاجتماع الذي تقوم به مصالحهم الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والآيات في هذا كثيرة تحث على الاجتماع وتنهى عن الفرقة، لأن اجتماع المسلمين تنتظم به مصالحهم وتقوى به كلمتهم ويهابهم عدوهم. فكان لا بد من قيادة من المسلمين يلتفون حولها، ولا تستقيم هذه القيادة إلا بمناصحة الشعب والرعية والجماعة، مناصحتها لهم. وهذا
ائتلافها حولهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من النصيحة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين، لأن المجتمع الإسلامي ينقسم إلى قسمين، إلى قيادة وإلى رعية، وهم العامة. القيادة هم الأئمة، والعامة هي الرعية، فتكون النصيحة للأئمة وللرعية، لأن المسلم عضو في هذا المجتمع، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. شبههم صلى الله عليه وسلم بالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبههم بالجسد الواحد الذي يتألم بعضه لألم البعض الآخر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. في الحديث الآخر قولوا صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الأحاديث. فيجب على المسلم أن يكون ناصحا لإمامه، وناصحا لإخوانه. النصيحة للإمام تتضمن أمورا، ومن النصيحة للإمام تنبيهه على ما فيه المصلحة له ولرعيته، تنبيهه وصدق المشورة معه فيما فيه صلاح الراعي والرعية، وتنبيهه على ما يحصل من خطأ ومن خلل ليتداركه. ولكن هذه النصيحة للإمام تكون بالطريقة اللائقة التي تؤثر عليه، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب، وأن تكون سرا بين الناصح وبين المنصوح. النصيحة تكون سرا بين الناصح وبين المنصوح، أيا كان هذا المنصوح، لا سيما إذا كان له ولاية وله سلطة، فينبغي أن يخاطب بالخطاب اللبق الذي يتقبله ولا ينفر منه. فإن الله سبحانه لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون الطاغية الجبار، ماذا قال لهما؟
قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا لأنه له، لأنه صاحب سلطة وصاحب قوة، إذا عنفت عليه فإنه يستعمل قوته وسلطته، وإذا خاطبته بالكلام اللين فإن هذا يؤثر عليه لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان هذا مع فرعون الطاغية الكافر، فكيف بولاة أمور المسلمين؟ إنهم أولى بأن يقال لهم القول الطيب، الكلام المؤثر الذي ليس فيه تشهير ولا تنفير، وهذا يكون سر بين الناصح وبين الإمام. أما الكلام لولاة الأمور، أما الكلام في شأن ولاة الأمور في غيبتهم، كلام بهم وتلمس عثراتهم وبيان أخطائهم على الناس من غير أن يكون ذلك بطريقة مباشرة معهم، كلام فيهم بالمجالس أو عند الناس، فهذا يحدث شراً وفتنة، يحدث شراً وفتنة، ويبغض الراعي إلى الرعية، ويبغض الرعية إلى الراعي. وهذا شأن النمامين والمغتابين، فهذا العمل لا يعتبر نصيحة، وإنما يعتبر غيبة ونميمة وتفريقا بين المسلمين، ولا يترتب عليه مصلحة أبدا، إنما يترتب عليه مضرة. فنصيحة ولي الأمر تكون مباشرة بين الناصح والمنصوح سرا لا يدري عنها أحد، وتكون بكلام طيب مؤثر من غير إثارة ومن غير تعنيف. هذه النصيحة، هذا من النصيحة لولاة الأمور. ومن النصيحة لولاة الأمور طاعتهم في غير معصية، من النصيحة لولاة الأمور طاعتهم من غير معصية، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعتهم مع طاعته سبحانه وطاعة رسوله لما في ذلك من المصلحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إلا إذا كان أمر ولي الأمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، فإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن لا يرتفع أمره وولايته باقية، ولايته باقية، ويطاع في غير هذه المعصية، يطاع في غيرها من الأوامر الأخرى التي ليس فيها معصية.
وولي الأمر يطاع في غير المعصية ويصبر على ما يصدر منه من ظلم أو من تصرف غير لائق، حتى في أمور دينه، حتى لو كان غير مستقيم في أمور دينه ما لم يصل إلى حد الكفر. إذا كان عنده مخالفات في أمور الدين ولا تصل إلى حد الكفر فإنه يطاع ولا تنتقض ولايته، لما في الصبر عليه ولما في طاعته ولو كان غير مستقيم تماما، لما في ذلك من المصلحة الراجحة على الخروج عليه وشق عصا الطاعة. لأن الصبر على ولاة الجور، على ولاة الجور الصبر على طاعتهم فيه من المصلحة ما يترجح على الخروج عليهم، لأن الخروج على ولاة الأمور بحجة أنهم عصاة هذا فعل الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الخروج عليه، لأن هذا ما هو من مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور إذا جاروا أو ظلموا. وأيضا الخروج عليهم يترتب عليه من المفاسد أكثر مما يترتب على الإنكار عليهم في هذه المخالفة. ترتب عليه سفك الدماء، ترتب عليه تفرق شمل المسلمين، يترتب عليه ضياع جماعة المسلمين، كما حصل في شواهد التاريخ. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك، عبد يعني مملوك، لما في السمع والطاعة لولي الأمر من الخير، ولو كان هو في نفسه عبدا مملوكا أو كان فيه نقص من وجه من الوجوه لا يصل إلى حد الكفر. أما إذا وصل الأمر إلى الكفر فإنه لا يصلح أن يكون وليا للمسلمين، لا يكون كافرا وليا للمسلمين. ولهذا قال: وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم، الخطاب للمسلمين، لأن يكون ولي الأمر مسلما من المسلمين. وفي هذا الحديث: ولأئمة المسلمين، يقول ولأئمة المسلمين، فيشترط أن يكون الإمام وولي الأمر مسلما. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم ما يحصل من بعض الولاة من الأمور المنكرة، لما ذكر ما يحصل منهم من الأمور الغير اللائقة قالوا له: أفلا نخرج عليهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يجب الصبر على ولاة الأمور وطاعتهم في غير معصية الله، والصبر على ظلمهم وجورهم لما يترتب على ذلك من المصلحة الراجحة من اجتماع كلمة المسلمين وهيبة المسلمين وتلافي النزاع وتلافي الشقاق وتلافي
انحلال الأمر. ومن النصيحة لولاة المسلمين أنهم إذا أسندوا إليك أمرا من الأمور، من أمور وظائف الدولة، إذا كنت موظفا ومتوليا لأمر من أمور الدولة، فإنه يجب عليك أن تؤدي العمل الذي وكل إليك من غير تقصير ومن غير خلل. الموظف يقوم بأعماله الوظيفية على المطلوب، ولا يضيع أعمال الوظيفة ويتهاون بها، فتضيع مصالح المسلمين بهذه الطريقة. يجب على كل موظف أيا كانت وظيفته، كبيرة أو صغيرة، أن يقوم بأعمالها الوظيفية على الوجه المطلوب، ولا يقصر في شيء منها. هذا من النصيحة لولي الأمر، القيام بالأعمال، لأن القيام بالأعمال الوظيفية فيه مصلحة للمجتمع، مصلحة للرعية، وفيه طاعة لولي الأمر. فلو أن كل موظف قام بالعمل على الوجه المطلوب لا تكاملت مصالح المسلمين وانتظم أمرهم، وإنما يحصل الخلل من تساهل الموظفين وعدم قيامهم بوظائفهم وإخلالهم بأعمالهم. فهذا من النصيحة لولي الأمر، أن تقوم بالعمل الوظيفي الذي أسند إليك من أمور المسلمين. وكذلك من النصيحة لولي الأمر أنه إذا ائتمنك على شيء من أموال المسلمين، إذا ائتمنك على شيء من أموال الرعية، من أموال الدولة، من أموال الدولة الإسلامية، أن تكون أمينا في ذلك، حافظا لهذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيجب على من ولي وأتمن على شيء من أموال الدولة أن يكون أمينا ناصحا، يحفظ ما استحفظ عليه على الوجه المطلوب ولا يضيعه. هذا من النصيحة لولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرشوة ولعن الراشي والمرتشي. فالموظف الذي يأخذ الرشوة هذا غاش لولي الأمر، وغاش للرعية، غاش لأئمة المسلمين وعامتهم. قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. فالموظف لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المال العام الذي تولى حفظه، ولا أن يأخذ شيئا من الرعية على سبيل الرشوة، وإنما يكتفي بما يفرض له ولي الأمر من الراتب الحلال في مقابل عمله. وأما أنه يأخذ شيئا من المال العام أو يأخذ شيئا من الرعية، فهذا إذا أخذ شيئا من المال العام فهذا غلول، هذا غلول،
الله جل وعلا يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغال الذي يأخذ من المال العام بدون إذن ولي الأمر، بين صلى الله عليه وسلم أنه يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا، إن كان شاة، إن كان غير ذلك، يأتي به يحمله. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالأخذ من المال العام هذا غلول، والأخذ من الرعية في مقابل إنجاز أعمالهم ومعاملاتهم هذا رشوة، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرشوة، ولعن الراشية والمرتشي. وهذا خيانة، خيانة لولي الأمر وخيانة لعامة المسلمين. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، فيدعو لهم بالصلاح والتوفيق. هذا من النصيحة لولاة الأمور. وأما الكلام فيهم وسبهم وتنقصهم فهذا من الخيانة لولاة أمور المسلمين. وأما النصيحة لعامة المسلمين للرعية، فأنت واحد من الرعية، والرعية إخوانك، الرعية إخوانك، فيجب عليك أن تنصح لهم، تنصح لهم إذا استشاروك في شيء. من استشارك يجب عليك أن تنصح له وأن تبدي له ما ترى المصلحة فيه، ولا تشر عليه بشيء ترى أنه غير صالح، هذا من الخيانة. إذا استشارك أخوك على شيء فإنك تبدي له النصيحة وتجتهد في بيان ما ترى أنه الصلاح. وإذا ائتمنك، إذا ائتمنك أخوك على سر فإنك لا تفشي سره، هذا من النصيحة له أن تحفظ السر الذي يبديه لك ولا تفشه. وكذلك من النصيحة لعامة المسلمين الصدق في التعامل معهم في البيع في الشراء. إذا تعاملت معهم ببيع أو شراء فإنك تكون ناصحا، لا تغش إخوانك المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فتصدق في المعاملة، تصدق في البيع والشراء. مر صلى الله عليه وسلم يوما على بائع طعام، إنسان يبيع الطعام عنده كومة من الطعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها فأدرك في أسفلها بللا، يعني رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فمن النصيحة أن تبين العيوب التي في السلعة، إذا كنت تبيع وتشتري ما تكتم العيوب، تقول: هالسلعة هذه طيبة وسليمة ولا فيها عيب، وهي فيها عيب. لازم تبين: من غشنا ألا جعلته ظاهرا، يعني هذا العيب ألا أظهرته حتى يعرفه الزبون ويقدم على بصيره وعلى بينه ويشتريه على أنه سليم،
وبعدين يتبين أنه معيب لأنك كتمت العيب، هذا غش عده النبي صلى الله عليه وسلم غشا وتبرأ ممن فعله، فقال من غشنا فليس منا. فيجب على الذين يتعاملون في أسواق المسلمين أن يتعاملوا على الصدق، فكما لا ترضى أن أحدا يغشك فإنك فكيف ترضى أنت أن تغش الناس؟ الواجب أن تعامل إخوانك كما تعامل نفسك. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو النصيحة لولاة والنصيحة لعامة المسلمين. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين أنك إذا رأيت نقصا على أخيك في دينه أو في أمر من الأمور فإنك تبين له، تنصحه سرا بينك وبينه، وتبين له الخطأ الذي هو واقع فيه حتى يتداركه. هذا من النصيحة. ومن النصيحة لعامة المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت. صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن النصيحة لعامة المسلمين حفظ أعراضهم وعدم الكلام في أعراضهم بغيبة أو نميمة. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيجب أن تحترم إخوانك المسلمين، هذا من النصيحة لهم، حفظ أعراضهم وعدم الاعتداء عليهم بغيبة أو نميمة أو وشاية، فهم إخوانك. فكما لا ترضى أن أحدا يغتابك أو أحدا ينم عليك، فأنت أيضا ترضى لإخوانك ما ترضاه لنفسك. هذا هو مقتضى النصيحة لعامة المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والاستقامة على طاعته، وأن يصلح أحوال المسلمين، أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يصلح مجتمعات المسلمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله على ما قدم. يقول السائل: ما هي البيعة؟ وهل يجوز إعطاؤها لغير ولي الأمر؟ البيعة هي عقد الولاية، عقد الولاية لولي الأمر، وذلك على يد أهل الحل والعقد من الرعية، أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي هم الذين يبايعون، وبقية المسلمين تبع لهم. تبع، ما هو كل مسلم لازم يبايع. إذا بايع أهل الحل والعقد لواحد منهم انعقدت البيعة في حق الجميع، لأن ذمة المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز نسج الحكايات والطرائف الساخرة على ولاة الأمور، وهل هذا يعد من الخروج عليهم؟ نعم، هذا من تنقصهم. ما يجوز لك أنك تنسج الحكايات على مسلم من المسلمين، فكيف بولاة الأمر؟ لأن هذا يقلل من شأن ولاة الأمور، وهذا فيه انتهاك لحرمتهم، فهذا لا يجوز في حق أفراد المسلمين، فكيف بولاة أمور المسلمين؟ نعم. يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن أخطر فرق الخوارج هم القعدية، فمن هم هؤلاء وفيما تتمثل خطورتهم؟ الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر بسبب مخالفة من المخالفات التي دون الكفر، يخرجون على ولي الأمر ويشقون عصا الطاعة بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء هم الخوارج، سموا خوارج لأنهم خرجوا عن الطاعة. ومن مذهب الخوارج أنهم يكفرون المسلمين، يكفرون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، فيكفرون الزاني والسارق وشارب الخمر وأصحاب الكبائر التي دون الشرك، هذا من مذهب الخوارج التكفير. نعم. يقول السائل: أنا شاب من بلاد إسلامية غرر بي، فانضممت إلى جماعة تكفيرية متسترة تحت غطاء نصرة الحق ورفع الظلم عن المجتمع، فحملت معهم السلاح وارتكبت معهم عدة أفعال إجرامية من قتل فما دونه، حتى من الله علي فعرفت الحق وقدر العلماء ومنزلتهم، فتركت ما كنت عليه من الوحشية والتكفير وتبت إلى الله عز وجل. ولي بعض الأسئلة أود جوابكم عنها. السؤال الأول: كيف تبرأ ذمتي مما فعلت؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ومعرفة الحق، هذه نعمة عظيمة. وأما المظالم الذي تقدر على رده ترد، والذي لا تقدر على رده تكفي التوبة، وإن كان مالا، أخذت مالا ظلما وعدوانا ولا تقدر على رده على صاحبه، فإنك تتخلص منه بالتصدق به ويكون أجره لصاحبه. نعم. يقول سؤاله الثاني: لي بعض الأصدقاء عادوا إلى مجتمعاتهم دون ترك عقيدتهم الباطلة، وقد نصحتهم مرارا فأبوا، فكيف أتعامل معهم؟ ما دام أنك نصحتهم بينت لهم أبرأت ذمتك واتركهم، اتركهم، ابتعد عنهم، وأنت نصحتهم وأديت الذي عليك، والزم الحق في نفسك واسأل الله الهداية لهم والتوبة لهم. نعم. سؤاله الأخير يقول: بما يبدأ إصلاح الفساد الموجود في المجتمعات؟ الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة، وبذلك هذا سبيل للإصلاح، تعليم العلم النافع، تعليم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تدريسها، هذا من سبل الإصلاح. نعم. يقول السائل: المسائل الخلافية التي ربما أرى فيها خلاف ما يراه ولي الأمر، هل له طاعة علي في هذه المسألة؟ يا أخي، المسائل الخلافية التي هي موضع الاجتهاد، إذا حكم ولي الأمر
برأي من الآراء تجب طاعته، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة، حكم الحاكم يرفع الخلاف ما دامت المسألة اجتهادية. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم لأولئك الذين يريدون وأد منهج النقد، وذلك بنبذهم للعلماء الذين يبينون الحق من الباطل بأنهم أهل غيبة؟ النقد يختلف، النقد يختلف، ما هو سواء، ما هو كل نقد يكون نقدا، هنا نقد وهنا تجريح. النقد الصحيح هو بيان الحق، ولا يقوم بهذا إلا أهل العلم، ما يقوم بالنقد الصحيح وبيان الحق وبيان الخطأ إلا أهل العلم والبصيرة، ما هو هذا لكل واحد من الناس. فالنقد الصحيح هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النصيحة لعامة المسلمين، لكن لا يقوم به إلا أهل البصيرة الذين يعرفون كيف النقد الصحيح وما هي الطريقة الصحيحة للنقد. نعم. يقول السائل: يقوم بعض الأشخاص بتعطيل مقياس صرف الكهرباء الموجود في منازلهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ يقوم بعض الأشخاص بتعطيل مقياس صرف الكهرباء الموجود في بيوتهم، فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه الكهرباء هذه للشركة، ملك للشركة، فإذا غيرت فيها شيئا يعطل بيان الصرفية، يعطل بيان مقدار الصرفية التي تجب عليك للشركة، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز لك هذا العمل، لازم تدفع الصرفية كاملة، لأنها حق لهم، أنت استفدت من هذه الكهرباء فلا بد أن تدفع مقابلها وثمنها. نعم. يقول السائل: إذا تكلم عالم في شخص وحذر منه، فهل يجوز لطالب العلم نقل ذاك الكلام لمن هو بحاجة إليه؟ إذا كان النقد من عالم، والعالم هذا محل ثقة ومحل علم صحيح، فلا بأس أن تنقل هذا النقد لغيرك لأجل أن يعلم به ويكون على بينة، لئلا يغتر بذلك الشخص الذي عنده هذه الأخطاء، هذا من باب النصيحة، من باب النصيحة الأمانة. نعم. يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية، ويستدل بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، ما العلم أنه يقول بفتوى ابن عباس كفر دون كفر، وإنما يقول إن مقالته هذه هي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؟ الحاكمية تعني الحكم بما أنزل الله، هذا من توحيد الألوهية لا شك، نوع من توحيد الألوهية، الحكم بما أنزل الله، هذه عبادة لله عز وجل، فهو نوع من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يشمل كل أنواع العبادة، كل أنواع العبادة من صلاة وصيام وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وحكم بين الناس بالحق، هذا نوع من أنواع توحيد
الألوهية، لا أن توحيد الألوهية هو الحاكمية فقط، بل هو نوع من نوع، وبعضهم يقول إنه من توحيد الربوبية، إن الحاكمية من توحيد الربوبية، والصحيح أنها من الاثنين، من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية، لأنها طاعة لله عز وجل وانقياد لله، فهي تشمل النوعين. هذه الحاكمية على ما يقول نوع من أنواع توحيد الألوهية. إيش بقية السؤال؟ وأما قوله، استدلاله بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، لم يكمل الآية، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو حكم الله، أن الله أمر أن تكون العبادة لله وحده، ويدخل في العبادة الحكم بما أنزل الله، نوع كما ذكرنا. نعم. يقول السائل: هناك من يقول أن دعوة أهل السنة ليس لها وصاية ولا مرجعية لأحد من أهل العلم عليها، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، هذه فوضى، معناها الفوضى، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء، وأولي الأمر منكم أي العلماء والأمراء، تجب طاعة العلماء وتجب طاعة الأمراء بالمعروف. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذه مرجعية، ردوه، هذه المرجعية، يردونه إلى أهل العلم وأهل السياسة والخبرة ليبينوا وجه الصواب فيه. نعم. يقول السائل: لو كنت في مجلس ثم بدأ بعض العوام يذكر بعض مساوئ الحاكم، فهل أترك المجلس أم لا؟ ترك المجلس ليس حلا للمشكلة، لكن الحل الصحيح أنك تبين الحق، تنصح هذا المتكلم بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، تقول له أنت، تقول له أنت قصدك طيب وأنت تريد الخير، ولكن ما هي بالطريقة صحيحة، الطريقة الصحيحة أن تعمل كذا وكذا، أما كلامك الآن في المجالس فهذه ليست طريقة صحيحة ولا تجدي شيئا، فتبين له، فإن امتثل وإلا تترك المجلس، إذا لم يمتثل تترك المجلس. نعم. يقول السائل: بلدنا ليس فيها علماء، فهل يجوز لطلاب العلم أن يتصدروا للتدريس اعتمادا على كتب وسلاسل أهل العلم؟ لا، الذين ليسوا علماء لا يجوز لهم التصدر والتدريس من وهم ليس عندهم علم، لا يتصدر للتدريس والإفتاء إلا أهل العلم. فكما أشرت سابقا عن هذه المشكلة، أن الواجب أن هؤلاء الذين ليس عندهم علماء، الواجب أن يذهب طائفة منهم من شبابهم، ومن يذهبون إلى العلماء ويتعلمون في البلاد التي فيها علماء، فيها كليات شريعة، دراسة نظامية أو دراسة في الحلق والمساجد، يتعلمون ثم يرجعون إلى بلدهم بعد ما يتأهلون بالعلم، فيباشروا القيام بالتدريس والفتوى والتعليم، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في بلادهم وفي البوادي والحاضرة يسلمون، ثم يفد جماعة منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون عنده أياما أو شهورا حتى يتعلموا، ثم يرجعون إلى أهليهم وإلى بلادهم فينشرون فيها الخير. هذه هي الطريقة الصحيحة. أما أن تبقوا في جهلكم فلا يجوز هذا، لا بد أنه يكون منكم وفد يفيدون إلى العلماء ويتعلمون منهم مباشرة، ما هو عن طريق الأشرطة والكتب، بل مباشرة بالجلوس عندهم وسؤالهم ومناقشتهم حتى يتفقه الإنسان في دين الله. نعم. يقول السائل: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ما هو ضابطها؟ وهل لطالب العلم أن يقدر الضرورة؟ الضرورة مثل إذا أشرف الإنسان على الهلاك وليس معه طعام، وأشرف على الهلاك ولا عنده إلا الميتة، يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته، بقدر ما يبقي، هذه ضرورة، هذا من باب الضرورة، لأنه لا حرام مع ضرورة. إذا وصلت الحالة إلى الضرورة أبيح ما كان حراما بقدر الحاجة ثم يعود حراما كما كان في الأول. نعم. يقول السائل أو السائلة: خالعت زوجي ولي منه 3 أولاد، أكبرهم عمره 14 سنة، هل يجوز لي أن يكون هذا الابن وليا لي في زواجي من أبي أبنائي؟ إذا بلغ الابن رشيدا فإنه يكون وليا لأمه، يزوجها، نعم، يزوجها من أبيها أو من غيره، نعم، إذا بلغ رشيدا. أما قبل البلوغ لا، ما يكون ولي، أو بلغ لكنه ليس رشيدا بل مخبلا أو معتوها، ما يكون ولي، لازم يكون بلغ عاقلا، البلوغ والعقل. نعم. يقول السائل: ما قول العلماء الأفاضل في من يقول أن الشيخ ابن عثيمين لا يعرج على المنهج من قريب ولا من بعيد، وأنه لا يعرف فساد الحركات المعاصرة؟ هذا كلام لا أصل له. الشيخ رحمه الله كان عالما جليلا، وكان متفهما للمشكلات، ولا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، هذا معروف عنه رحمه الله. لكن هؤلاء ما لهم هم إلا الكلام في الناس، ما لهم هم إلا الوقيعة في أعراض العلماء والوقيعة في أعراض الناس، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل: أتيت من بلاد إسلامية قبل رمضان إلى المملكة، وسأعود إلى بلادي اليوم 29 من رمضان، وهو اليوم 30 على صوم بلادي. نعم. فإذا عدت إلى بلادي، يعني هل أصوم على صوم المملكة أم على صوم بلادي؟ تصوم مع أهل بلادك، ولا تفطر إلا مع أهل بلادك، ولو كان صوم المملكة متقدما على صوم بلادك، ما تفطر إلا مع أهل البلد الذي يأتي العيد وأنت عندهم، تفطر معهم، نعم، ولا تخالفهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعلم أن يضرب تلميذه؟ المعلم مؤدب، يجوز أن يضرب تلميذه بقدر الحاجة فقط هذا ضرب تأديب، يجوز للوالد ويجوز
للمعلم، ويجوز لولي الأمر أنه يضرب المسيء حتى يتأدب، لكن الضرب الغير المبرح، ضرب ليس بالشديد، وإنما ضرب فيه تأديب للمخطئ حتى يعرف العقوبة ويتجنب الخطأ. فالمعلم له صلاحية أنه يضرب. نعم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة على الأموال المودعة في البنوك سواء كانت قليلة أو كثيرة؟ المال الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة سواء كان في البنوك أو في غيرها. نعم. يقول السائل: زكاة الغنم هل تخرج شاة من الغنم أم تخرج نقودا؟ الأصل أنها تخرج من الغنم، ويجوز أنها تخرج نقودا، يخرج قيمتها، لتقوم الشاة بسعر يومها وتدفع النقود، لا بأس. نعم. يقول السائل: معلوم أن من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج عليه عمرة في أشهر الحج، فهل له أن ينوي هذه العمرة لأحد أقاربه المتوفين وينوي الحج لنفسه علما بأنه قد أدى عمرة الإسلام عن نفسه؟ لا بأس بذلك، أنه يتمتع ويكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، هو أو غيره، ما في بأس. نعم. يقول السائل: إخوة من الرضاعة ولهم إخوة أكبر منهم، فهل يجوز زواجهم بعضهم ببعض؟ نعم. يقول: إخوة من الرضاعة، أخوين يعني، أخوين من الرضاعة ولهما إخوة أكبر منهم، فهل يجوز زواج الإخوة الكبار بعضهم ببعض؟ اللي ما رضعوا لا بأس، اللي ما رضعوا لا بأس، لأنه ما يسري عليهم حكم الرضاع، إنما يسري حكم الرضاع على المرتضع وعلى ذريته، ولا يسري على إخوانه ولا على آبائه وأجداده. نعم. يقول السائل: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ نعم، كصفوف الصلاة الفريضة، تسوى الصفوف في صلاة الجنازة كما تسوى في صلاة الفريضة والنافلة. نعم. يقول السائل: هل يقدم في الصلاة الرجل الحافظ لكتاب الله وإن كان لا يعرف الأحكام، أم يقدم الذي ليس بحافظ ولكنه عالم بالأحكام؟ يقدم الأقرأ الفاهم لأحكام صلاته، إذا كان يجيد القراءة ويعرف أحكام الصلاة إنه يقدم، أما إذا كان يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الصلاة، يعني اجتمع عندنا اثنان، واحد يعرف الفقه ولا يعرف القراءة، واحد يعرف القراءة ولا يعرف الفقه، لا شك أنه يقدم الذي يجيد القراءة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيقدم الأقرأ على الأفقه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من صلاة التراويح في المسجد؟ نعم، إذا كان يخاف عليها، إذا كان يخاف عليها أو هي لا تلتزم بالحجاب فله أن يمنعها، أما إذا كانت ملتزمة بالحجاب ومتأدبة بآداب الشرع فليس له أن يمنعها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات وغير متطيبات. نعم. يقول السائل: هل يجوز لأخت زوجتي أن تجلس معنا في مجلس واحد مع جلبابها الشرعي؟ نعم، لا بأس أن تجلس المرأة حضرة الرجال وتكون متسترة
وغير مختلطة بهم، تكون على حدة، ما في مانع لانتفاء المفسدة. نعم. يقول السائل: عندي سلعة أبيعها بمئة ريال، وإذا بعتها للمشتري بثمن مؤجل إلى أجل أبيعها بمئة وعشرين ريال، هل هذا يجوز لي؟ نعم. يقول: عندي سلعة أبيعها بمئة ريال حالة، وإذا بعتها بثمن مؤجل بعتها بمئة وعشرين ريال، هل هذا يجوز لي؟ نعم يجوز، يجوز بيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، لأن الناس لا يؤجلون إلا بزيادة، لا يؤجلون إلا بزيادة، وهذا من مصالح الناس بعضهم من بعض. نعم، فأنت تستفيد من الزيادة وهو يستفيد من السلعة، ولا يمكن يحصل سلعة مؤجلة إلا بزيادة ولا تعطل المصالح. نعم خلاص. يقول السائل: ما هي الطريقة الشرعية التي يجب أن تتمثلها المرأة في كلامها في الهاتف مع غيرها من الرجال؟ طريقة أن تتكلم بكلام عادي ليس فيه ممازحة وليس فيه إطماع للرجل بها. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، يعني كلام عادي ما فيه طمع لصاحب الريبة أو صاحب الشهوة، وإنما تكلمه بكلام عادي بقدر الحاجة، إذا سألها عن شيء تجيبه، إذا سلم ترد عليه السلام، ويكون بصوت معتاد. نعم. يقول السائل: هل إذا مرضت زوجتي هل أذهب بها إلى راق له تجربة أم أرقيها بنفسي مع العلم أنه ليست لي تجربة في هذا الميدان؟ إذا كان الراقي معروفا بالديانة وسلامة العقيدة وأنه يرقي بالطريقة الشرعية تذهب بها إليه، لكن تكون متسترة ولا يخلو الراقي بها، تكون معها تحضر معها، وأيضا الراقي ما يلمسها ولا وإنما يرقيها بدون مس وبدون لمس للمرأة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.